بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هدية 308، صارت له مشكلة في الطريق. شوفوا هذا يتكسر، هذا يرد بالكم منه، راه ديما تصير فيه مشاكل ويتكسر. هذا يجي يركب ورا البلوك من تالي، هذا ديما مولا يعني الموتورات هذه بالذات اللي هو 308 هذوما بالذات، وفما في الاستين وفما في البيام، ماذا به من في المية 120 ألف غيره، مش ميسببلوش كارثة. تو بعد ما تكسر هذا ركبناه، ولا فيها مشكل نتاع تروسيلندر، خدم هيك. شفتوها كيف تردح؟ شفنا البوجيات لقيناها ملبس عليهم، شفنا البوبينات لقيناها ملبس عليهم، الماء ما تفورش، والمروحة تخدم. شكينا تو في الانجكتور، باش نحلوا الانجكتور ونشوف. تو مازلنا شاكين في الانجكتورات نتاعها، ممكن يخدموا من واحد منهم ما يخدمش ولا حاجة، فكيناهم، وكما وريتكم قبل نحضروا كاردونة. ونعملوا ضربة لمرار من الفرخ. هاي يضرب هاي. هاي. الانجكتورات يمشوا لابس عليهم، تسيناهم، ولهذا ممكن المشكل تو في الكلاس والموتور ولا بيستون قماش ولا فما حاجة باش نشوفوها. كبيرة يعني زادة. يعني شوف تو سخنت السيارة من ملاها، ولين يعني وقفت وحدها، ونوقفت وحدها شوفوا شنو صار. شفتوا هنا السياج، هذا يسموه السياج، احنا الدائر بالسباب، هذا السياج من سخانة لين السياج نزل طاح هبطلوط. يعني مش شوف هذا كيش مسوي، شوف هذا كيش خارج، هذاك خارج، هذا خارج شوية، هذا كيف هذا مازال أبرك شوية، هذا مزوز منعه، هذا مزوز طاح السياج نتاعهم. شو هي تمشي دو سيلندر، وساعات تمشي ثلاث سيلندر، يعني شمعتين، وساعات ثلاثة، وساعات أربعة، وهي داخلة بعضها، يعني مش مسرحة، مش صحيحة. طبعا هي سخنت منه برشا. كي حلينا احنا لقينا المشكل هذايا، كيف حلينا وهي تمشي هكاكا، حلينا المشكل هذايا. يعني مش نوريكم المقارنة، هذا وريته هنا كيش خرج هنا، وجبنا كلاس آخر، هذا اللي يكون لابس عليه. شفتوه لابس عليه، هذا لابس عليه، هو مش نغيره، هو شفتوه، باش نشوفوا ان شاء الله يعني يكون الموتور منيح. شفتوا هنا، شفتوا هناك كيش خرجت هذيا، هذايا موتور 308. وهذايا الدريت اللي احنا صورناه، اللي هو هذا اللي كان من سبب في المشكل. هذايا ديما رد بالكم، انسان ديما يحاول يبدله كل 100 ألف او 120 ألف يبدله، باش ما يوقعش في الاشكاليه هذيا وما يتكسرش المحرك. احنا تو باش نبدلوا كلاس ونبدلوا السات ونجربوا، ان شاء الله الموتور يعني لاباس سليم، ما صارتلوش حاجه. المحرك هذايا موجود في البيام، في البيام اللي هي سيري ان، اللي هي بيام يعني سيري واحد، وموجود في الميني كوبر في الاستين، في الميني كوبر الاستين. المحرك هذايا موجود في السيارتين هذوما الاثنين. هذايا كلاس نتاع 308 308، وموجود في الميني كوبر، وموجود في البي ام 3 ان اللي هي بي ام واحد، فيها فيهم موتور كلهم يشبهوا لبعضهم، 1.8 اسمه. يعني هذا بال يعني 1.8. عندنا الكلاج نتاع الشان ديستريبسيون، عندنا شوفوا هنا كي تجي تنحي الكشان نتاعك قبل ما تنحيها لازم تقمر هذوما نكتين. شفتهم نكتين هذوكا، نكتين هذوك لازم تحطهم على بعضهم قبل ما تعمل حتى شيء، وتدور الاربكام نتاعك يكون فما. هنا عندنا نص دوره هيك كامل، دوره كامله نلقوها، نص دوره نجيب من اللوطه، دور هذه دوره كامله. فما هنا عندك هنا جهه فيها نص دوره، وجهه مستويه. هنا ترجع هنا، رجع هنا، شفتوا هنا جهه بلا هيك نقولوا احنا مستويه، وجهه هنا دي ميرون شطر دوره، نص دوره
نص دورة، هذيك نص دورة ديما تجي من اللطر، هذه نحطوهم من اللطر. عندنا هذين نجم نتحكم فيه لأنه يقعد كما هو فيكس، ما يتحركش، ما فيش رسور. هذي هو اللي فيه الرسور يخدم على الكمبيوتر، هذي يردوا بالنا منه، نجيو للكاما هذه من تالي ونحاولوا نقمروه هو مستوية قد قد، مستوية بالضبط يعني أوميلي. ها ها فما تعمل هنا نكتة، هذه تعمل هنا نكتة باش تقمرها، مثلا كيما عمل هيك تو هيك باش حلة، تعمل هنا نكتة، هذه تعمل هنا نكتة، وهو مستوي، وهو الأربكان مستوي، فهمتوها؟ هو الأربكان مستوي، خاطر علاش تو باش سايب هيكل؟ كي تسيبها باش يمشي يدور وحده، معناتها باش يضيع عليك البوان، لأن هنا ضاعت، فهمتها؟ هنا تولي تضيع، كيف تسيب الأرقام، رجع هيكل، هلا، شفت الاسم هذه تعمل تقمر حاجة هنا، تعمل تقميرة هنا، باش ما يضيعش منك البوان، هذه حاجة، من بعد باش نجوا نفكوا هذوما احنا الزوز هذوما، هذوما نفكوهم الزوز هنا. وباش طبعا باش نخرجوا الشان نتاعنا من مكانها، باش نخرجوا السلسلة من مكانها، لابد باش نحوا هذوما زوز بينات هذوما، بينات هذوما كي رجعوهم، كما قلت لكم عندكم يعني ما فيهمش كلافاتهم، لأن ما فيهمش كلافات، هما فيهم حاجة عادية، يعني ما لا كلافات لا منا لا منا، يركبوا كيما يجي وما تخافش منهم، ماهيش مشكلة، لأن العملية جربناها وركبنا المحرك وقتها نسمعكم صوت المحرك وعادي ما في شيء. كما عمل الهيكل بالضبط، عمل نكتين هنا هذوك، نكتين هذوك شلون نكتين هذوك عملهم هكاكا، وكي يجي يحط هذه يكبسها، نجم يكبسها هذه، لا هذه يكبسها روح عادي، هذه تكبسها روح بعد السلسله، بعد السلسله، بعد ما تحط السلسله نتاعك، بعد ما تحط الشان نتاعك، بعد ما تحط الكاتينه نتاعك تكبس على روحك هذه، هذه ما تكبسهاش، هذه ما تكبسهاش، هذه خاطر علاش تتحكم فيك الاربكام اللي هو اشتر الدور هذيك ضاعت، اللي اشترى الدورة هذه ضاعت، لازم ترجع لتالي ومن بعد تكبس الكرو نتاعك اللي هي من هنا هذه، باش تجيبوها على النكتين، يعني ما تكبس يكونوا هذوما زوز نكتين وترجع الاربكام نتاعك هذه تكون طلع لفوق مستوية، هذه مستوية لفوق، والتقميرة اللي انت عملتها هكا، ونكبس على روح زوز عادي وركب كل شيء، ما فيهاش حتى إشكالية. بالنسبة للشيء هذا تشوفوه من هنا، هذا رسورات واحد، هذا إكليبرار ما عنده حتى علاقة بالموضوع، هذا ركب وحل على روحك كما تحب، لأن هو بده يخدم بكهرباء، ومن بعد هو بده يعمل كيما الميز بوان وحده، يعمل كيما الميزاجور وحده، يعني مش ما عندوش حتى مشكلة معه، لأن يعني فيه الواحد نتاعه، يعني تنجم تخليه كيما هو وترجعه كيما هو، ما تمسش هذا ما يخدمش طول على الـ على الـ على السباب كيما هذا، لا هذا يخدم عن طريق الكليبر هذا. بالنسبه للملط عندنا جي وراي كاتير بالضبط، ورا الخزان تاع الزيت وراي كاتير بالضبط، فما ترو، فما نقبه نحطوا فيها بولون، ندور البولون موتيل نشد البولون هذيك، ها هي الدخليه، البولون موتيل ولا معاش يدور، معاش يتحرك، هذيك بالنسبه للمسبوع من لطه في الفيلبركان، وتلقى البيستونات وانا كلهم يجوا كي بعضهم لطه، اربعه كيف كيف في الموديل هذا، الاربعه نفس المنظر نفس الشكل، اللوطه مستويين، ما يعني باش تعمل الاسبوع نتاعك هذا في الموديل هذا لازم يكونوا الاربعه مستويين. عندنا بولون من اللوطه تو نصور هيكم من مره اخرى، عندنا البولون جي من اللوطه في البوات عندها مكانها كيما البيجو كله، لكن كي تحط البولون تلقى الاربعه بستونات هذوما نفس العلو، في نفس العلو، يعني هذا السيستم هذا مش كيما السيارات الاخرين. المحرك هذا موجود في البي ام، في البي ام اللي هي سيري ان، اللي هي بي ام يعني سيري واحد، وموجود في الميني كوبر في الاوستين، في الميني كوبر الاوستين، المحرك هذا موجود في السيارتين هذوما الاثنين. هو يعني كل ما تصير حاجه نعطيكم فكره عليها، ان شاء الله تنفعكم العمليه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد ما ركبنا الشنة وتشوفوا الموتور لاباس يخدم، عامل سبوان صحيح.